نكمل بجوج النقاط. اولا كيف ما قلت ان الملف ديال شركه سمير هو ملف استثماري اولا وقبل كل شيء. فالناس ملي تيتكلموا على جوج المليار ديال الدرهم في 6 شهور ما كرهش يصيفطوا لي هذا الملف، لان الملف اللي انا وصلوني الملفات اللي وصلوني ما فيهاش المعطيات. فاذا كان عندكم شي معطيات احسن من المعطيات اللي عندنا الله يعطيكم السر صيفطوهم لينا. فاليوم كان الوزاره كتدرس السيناريوهات التقنيه والاقتصاديه لايجاد الحلول المناسبه كيف ما قلت اخذ معي على الاعتبار المصالح ديال هاد الفئه الثلاثه اللي تكلمت عليهم، ماشي خمسه الفئه ثلاثه. وكغادي نعلنوا طبعا على هاد الحلول في اقرب وقت مناسب. واخر اخر اخر نقطه، ما عمرني ما قلت بان المغرب ما محتاجش لا سمير، ما عمرني ما قلتها. تكلمنا على التكرير ديال البترول في المنظومه الاستراتيجيه الطاقيه الوطنيه، فعمرنا ما تكلمنا على الاستثمار ديال لا سمير. وشكرا.